ازاي ترفع ذبذباتك وتعيش الحياة اللي انت عايزها، الحياة الافضل. لو الواحد لما بيرفع ذبذباته بيبتدي حياته تبقى فيها، يسموها in the flow. يعني ايه in the flow؟ يعني الحياة بتبتدي الحاجات تركب على بعض بسهولة، مواعيد تركب على بعض بسهولة، تلاقي الحاجات جاية لك لحد عندك من ناحية معلومة او الشخص اللي انت محتاجه، حاجات كتيرة جدا. وكلنا مرينا بده، نقول يا ربنا كسهل قوي، ده الميعاد يا دوبك خلص وحصل كذا، انا داخل اركن لقيت العربية بتطلع، انا حصل لي المكالمة جت في التوقيت المناسب جدا، انا كنت لسه هنزل. ده in the flow. لما ذبذباتنا بتبقى مرفوعة بنقدر نبتدي نخلق الحياة اللي احنا عايزينها، الحياة الافضل. طب ازاي هنرفع ذبذباتنا؟ اول حاجة نتخلص من المشاعر السلبية. احسن طريقة تقنية التحرر من المشاعر السلبية. تاني حاجة نبتدي نفكر بوزيتيف دايما، وعقلنا يكون دايما يبطل الافكار السلبية والمواقف السلبية ويتوقع الخير. لما بنعمل ده بنقدر نرفع ذبذباتنا. طبعا في حاجات تانية ممكن نعملها لرفع ذبذباتنا، ممكن تراجعوا فيديوهاتي التانية. ونبتدي نشتغل بقانون الكون، وقانون الكون بيشتغل كويس جدا مع ايموشنال فريدم تكنيك او تقنية التحرر من المشاعر السلبية، عشان فعلا نخلق الحياة اللي احنا بنقول عليها عايزينها، الحياة اللي هي الافضل. نرتاح ماديا اكتر، صحتنا تبقى احسن، علاقاتنا تبقى احسن، ونكون اسعد. طبعا اللي ما عارفينش انا ميرات السكري، بليز اعملوا سبسكرايب على الفيديو ده وخليكم معايا. ليه سبسكرايب؟ عشان دايما بطلع فيديوهات وتبقوا عارفين امتى الفيديوهات جاية، وما تروحش بينكم حاجة. لو الفيديو ده مفيد ليكم اكيد هيبقى مفيد لحد تعرفوه ابعتوه لهم. وشكرا.